فتح مسجد دار الإيمان بضاحية والكريك في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أبوابه للجميع للتعرف على الإسلام في إطار شهر التوعية الإسلامية ويوم المسجد المفتوح تحت إشراف المجلس الإسلامي لولاية نيو ساوث ويلز حسب شبكة الألوكة الإخبارية. ونظم مسجد دار الإيمان عددا من الأنشطة والبرامج الدعوية والثقافية والترفيهية بهدف نشر معلومات عن الإسلام والمسلمين والتواصل مع جميع فئات المجتمع بضاحية بوليكريك. وخلال يوم المسجد المفتوح ألقى المتحدثون عددا من المحاضرات لتنمية الوعي الإسلامي إلى جانب تلاوة القرآن الكريم والدعاء وتقديم الطعام للزوار، كما أتاح الحدث فرصة للجميع للتعرف والتواصل وفتح الباب أمام الشباب من أجل التطوع واستثمار جهودهم في خدمة المجتمع الإسلامي.